وما هو القدر الذي يجوز للخاطب أن ينظره من مخطوبته؟ وهل هناك شروط وتحفظات لجواز هذا النظر؟ القدر الذي ينظره الخاطب من مخطوبته مختلف فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول قاله الأكثرون، وهو الوجه والكفان فقط، وعللوا ذلك بأن الوجه يعرف منه في الغالب جمال الجسم وعدم جماله، وأن اليدين كذلك يعرف منهما صحة الجسم، لأن النظر إلى الأجنبية حرام لا يباح إلا بقدر الضرورة، ويكفي فيها النظر إلى الوجه والكفين. أما القول الثاني يقول ينظر الرجل إلى مواضع أخرى غير الوجه واليدين، كما يقول أحمد بن حنبل، ودليله حديث جابر حيث يقول خطبت جارية من بني سلمة فكنت أختبئ لها تحت جريد النخل حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى زواجها فتزوجتها، رواه أبو داود والبيهقي والحاكم. ووجه الاستدلال بفعل جابر أنه يطبق الحديث الذي رواه أحمد، إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى زواجها فليفعل. ويؤيد هذا ما روي أن عمر بن الخطاب خطب إلى علي بنته أم كلثوم، فذكر له أنها صغيرة وأنه أرسلها إليه ليراها. القول الثالث أنه يجوز النظر إلى جميع بدنها، وقد رفض النووي ذلك وقال هذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع. هناك شروط وتحفظات لجواز نظر الخطيب إلى خطيبته، فقد قال العلماء من الشروط أن يكون الرجل صحيح العزم على الزواج، ويريد من النظر معرفة الصحة والجمال لهذا الغرض، كما يشترط أن يرجو رجاء ظاهرا موافقة وليها على الزواج. وتطبيقا لذلك لا يجوز أن يتخذ بعض الشبان هذه الأدلة ذريعة للنظر إلى النساء والتفرس في وجوه الحسان في الطرقات أو من الشرفات، متعللين بأنهم يريدون الزواج مع أن عزمهم غير صادق. كما لا يجوز لأحدهم وهو متوسط الحال أن يعمد إلى النظر إلى بنات من طبقات أخرى لا تتناسب معه في المنزلة الاجتماعية، وهو يعلم بالتأكيد أنه لو تقدم إليهم يطلب المصاهرة لرفضوه. وهذا النظر إلى المخطوبة لا يتوقف على علمها أو على إذنها به، وقد قال العلماء إن نظر المخطوبة جائز سواء كان بإذنها أم بغير إذنها، لكن الإمام مالكا قال أكره النظر إليها في غفلتها مخافة وقوع نظره على ما لا يحل النظر له، والجمهور لم يكره المغافلة كما فعل جابر باختفائه تحت الجريد لينظر مخطوبته، والله أعلم.